طبعا نحن عشان العضوية، طبعا نعم العضوية للانتماء لأي مكان، هل هناك مشاكل ما تواجه هذه العضويات بحيث انه الانسان ينتمي لهذه المؤسسات، او بتفتكر الطريق خلاص قد نقول اتعملت؟ يعني الشباب شنو مطلوب منه يعني الان؟ والله أول حاجة نشكر القنطرة على القنية الجميلة، وأقوم لك عجبتك يا شديد القومة لك يا أقوم لك يا وطني وحنبنيه. القومة اللي بتذكرني الجنيه داك، متذكره؟ أيوة مش كان جنيه ولا كم؟ أيوة والبناء حيكون بواسطة الشباب، الجيل الهسي حاليا موجود في الشارع، موجود في الطرقات، وكل الشباب بعد ده يبدأ يستعدوا على أساس إنه نبنيه من أول. كيف نجذبهم عشان نبنيه؟ هم أيوة بيبنوا في الشارع الآن. نحن بعد ده أدي مكان نديه الشباب ده نحتضنهم ونشوف احتياجاتهم شنو وناهلهم، ونديهم دورات تأهيلية، دورات توعوية، على أساس إنهم يعرفوا إنه بعد ده خلاص البلد ماشية لقدام يعني كده هنا. ف بالنسبة لل انت قلت شرطي ل كلمتك انه العضوية يعني كيف؟ الأدوية، نعم أيوة ممكن الشباب ينضموا لكثير من منظمات المجتمع المدني، كثير من المنظمات الطوعية، وممكن ينضموا لكثير من الاتحادات والنقابات. هم اللي يمشي يعني الشباب أيوة يمشي يعني، الشباب عشان هو أيوة طبعا كل واحد بتهيب بيقول لك قد لا يعني نعم ما يقبلوني او ما اكون ضمنهم، عادي يعني. لا عادي ممكن يدخل عادي في أي منظمة طوعية، أي منظمة اجتماعية، عادي تقبل كل الشباب، وهي حتأهله وحتوريه الطريقة كيف جميل اللي يقدر يمشي جميل بها. جميل.